وعليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد السيد. الحلقة دي إن شاء الله آخر حلقة في تشابتر 6 اللي هي مادة الماتيريال ساينس، طبعا الشابتر اللي هو الامبرفكشن ان سوليدز اللي هي العيوب اللي موجودة في السوليدز أو الديفكتس اللي موجودة في السوليد. ده بارت 3، احنا اتكلمنا الحلقتين اللي فاتوا بارت 1 وبارت 2 لنفس الشابتر اللي هو الامبرفكشن ان سوليدز. الحلقة دي هنعتبرها الحلقة الأخيرة في الشابتر. أنا هشرح بسرعة الحاجات المهمة في الحلقة ديت. أولا احنا اتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده اللي هي العيوب اللي موجودة في الكريستالز، وقلنا من ضمن العيوب اللي هي البوينتس ديفكت اللي هي العيوب النقطية اللي احنا قسمناها اللي هي الفيكنسي اتومز والانترستيشيال اتومز او انترستيشيال ديفكتس والفيكنسي ديفكتس وشرحناهم. الحلقة ديت هتكلم على الديسلوكيشن، من ضمن العيوب اللي بتبقى موجودة في الكريستالز ان بيحصل لها ديسلوكيشنز. ديسلوكيشنز يعني ايه؟ بيحصل لها انخلاعات وانزلاقات، يعني مستوى معين من الذرات في الكريستال بيحصل له عملية ديسلوكيشنز، بيحصل له عملية انخلاع او انزلاق. طبعا بيكون في وان دايمنشن، يعني العيب ده او الانخلاعات ديت بتكون على مستوى او بعد واحد اللي هو وان دايمنشن. في انواع عندنا من الديسلوكيشن اللي هو الايدج ديسلوكيشنز اللي هو انخلاعات حافيه، وهنشرح كل واحد دلوقتي. وفي السكرو ديسلوكيشنز اللي هي الانخلاعات حلزونيه، وفي ميكسد ديسلوكيشن. ميكسد ديسلوكيشن اللي هي الانخلاعات اللي هي تجمع بين الاثنين، الايدج ديسلوكيشن والسكرو ديسلوكيشن. هنتكلم اهم حاجه لازم تكونوا عارفينها في الايدج ديسلوكيشن اللي هو الانخلاع الحافي بيكون ازاي. لو لاحظتوا هنا في عندنا مستوى من الذرات بلين اهوت موجود فيه عدد من الذرات، لو لاحظنا هنا البلين ما اكتملش، المستوى وقف لحد هنا ماشي، ما فيش ذرات هنا موجودة، فبنقول على ده عيب من العيوب. العيب ده اسمه ايه؟ اسمه الـ edge dislocation، او بنقول عليها extra half of plane of atoms. شايفين في half plane of اتومز ولكن ما ايه ما اكتملش، فده يعتبر عيب في الكريستال، فبنقول عليه ايه؟ ان ده ايدج ديسلوكيشن. وطبعا بيكون عمودي على مستوى الصفحه، الانخلاع ده بيكون عمودي على مستوى الصفحه. في حاجه طبعا اسمها بيرجرز فيكتورز، البيرجرز فيكتورز ده بيكون عمودي على مستوى الانخلاع. يعني اللي يهمني في الموضوع ده كله الايدج ديسلوكيشن شكله عامل ازاي خلاص، والبرجر فيكتورز بيكون عمودي على خط الانخلاع بتاعي او الاتش، فبنقول على ده اسمه اتش ديسلوكيشن. طبعا انا شارح بالتفصيل، يعني لو حبيتوا ترجعوا للفايل ديسكريبشن هتلاقوا انا شارح بشكل مفصل وواضح، او ان انتوا لو في اي استفسار ممكن تتواصلوا على الواتساب، لان انا بشرح دلوقتي الحاجات المهمه بس فقط عشان الوقت، لان في ناس قالت لي ان انتوا بتطول في الفيديو، فانا بحاول اخد الحاجات اللي هي المهمه. فدلوقتي انا خلصت الايدج ديسلوكيشن، عرفنا ايه هو. هناخد السكرو ديسلوكيشن. السكرو ديسلوكيشن اللي هو الانخلاع الحلزوني ده بينشا نتيجه ايه؟ لو عندنا شكل كريستال زي كده هتلاقي جزء من الكريستال بيزاح بيتحرك وجزء اخر بيفضل ثابت. فسبب ان الجزء ده اتحرك ان اثرنا عليه بقوه اللي هي شير ستريس، اثرنا عليه بشير ستريس، فنشا عندي نوع من الانخلاع بيسمى الانخلاع الحلزوني. يعني جزء من البلوره بيزاح والجزء الاخر بيفضل ثابت زي ما انتم شايفين كده، بيزاح اهو ناحيه اليمين والجزء اللي تحت ايه ثابت، في جزء عندي، فبيحصل عمليه ديستورشن تشوه في الجزء ده. طبعا بيرجر فيكتورز بيكون موازي للاتجاه بتاع الايه السكرو ديسلوكيشن. في الايدج ديسلوكيشن البيرجر فيكتور بيكون عمودي على خط الانخلاع، على الايدج ديسلوكيشن او على الانخلاع الحافي، ولكن هنا السكرو ديسلوكيشن البيرجر فيكتور بيكون موازي للسكرو ديسلوكيشن. ده بالنسبة للانخلاع اللي هو الحلزوني. هنتكلم بعد كده على الميكسد ديسلوكيشن اللي هو بيجمع بين الاثنين، بين السكرو
وبيكون بين الاتش اللي هو الحافي، الانخلاعات الحافية والانخلاعات الحلزونية. طبعا معظم الكريستالز اللي عندنا بتجمع بيكون فيها الاثنين اللي هو العيبين، اللي هو الميكس اللي هو الادج ديسلوكيشن والسكرو ديسلوكيشن. الميكس طبعا هو زي ما انتم شايفين في الصورة هنا، في نوع من هيكون زي ما قلنا في عندنا ادج ديسلوكيشن اهوت الجزء ده، وعندنا سكرو اللي هو الجزء ده، زي ما احنا قلنا ان في جزء من الكريستال بيزاح والجزء الاخر بيفضل ثابت نتيجة ايه، في شير ستريس، عملنا شير ستريس على الكريستالز. في بعد كده طبعا يعني مش هقولها دلوقتي لان انا كاتبها بشكل مفصل وواضح، ممكن ترجعوا للفايل ديسكريبشن، اللي هي الحاجات اللي هي بنقول عليها انترفيشال ديفيكتس، اللي هي بيكون بقى على تو دايمنشن، على مستويين، يعني العيب بيكون على بعدين، هناك كان العيب على بعد واحد وان دايمنشن اللي هي الانخلاعات، اما هنا في عيوب اللي هي بتكون على بعدين، زي مثلا الجرين باوندرز اللي هي الحدود اللي هي بتنشأ بين الحبيبات او بتنشأ بين الكريستالز. طبعا هي مشروحة هنا ممكن ترجعوا لها. الجرين باوندرز هي عبارة عن حدود بتنشأ بين الجرينز او بتنشأ بين الكريستالز اللي موجودة عندي، وكل ما يكون الجرينز صغيرة حجمها صغير هتلاقي الحدود، كل ما بتزيد الحدود وتنشأ حدود، فكل ما تنشأ حدود طبعا عند الحدود ديت بيكون في عيب عندي، لأن في الحدود ديت بتبقى الذرات مش مترتبة كويس، أو في ميسنج للأتومز، أو في أتومز محصورة زيادة، فتبص تلاقي دايما عند الجرينز عند الباوندريز بيكون في عيوب، فكل ما يكون حجم الجرينز صغير كل ما ينشأ حدود أكتر، وبالتالي عشان يعني ما نحصلش على حدود تكون المفروض يكون حجم الحبيبات تكون كبيرة، لما يكون حجم الحبيبات كبيرة بيكون الحدود اللي بتنشأ بتكون ايه صغيرة او عددها مش كتير. وطبعا عند الحدود نفسها بيكون الانرجي بتاعتها عالية جدا، هاي انرجي عند الحدود ديت اللي هي بتاعت اللي هي بتفصل بين الجرينز وبعضها. ده بالنسبة للي هو الانترفيشال ديفيكتس اللي هي على العيبين اللي هو بيكون على التو دايمنشنز اللي هو الجرين باوندريز. او هنا طبعا في نوع تاني اللي هو التوين باوندريز، اللي هي التوين باوندريز عبارة عن ميرور اهوت، شايفين زي ما احنا شايفين عبارة عن حدود بس على شكل ميرور كأنها زي ايمج. يعني ايه ميرور او ايمج؟ يعني الجزء اللي هو على يمين الحدود اللي هو التوين باوندري هو نفسه او يعني له صورة على الناحية الاخرى، يعني اعتبروا ان الباوندريز اللي هو التوين باوندريز دي كأنها زي مراية، فبص تلاقي الجزء اللي على اليمين بينعكس او له صورة في الجزء اللي هو الاخر من الناحية الاخرى اللي هو اللي على الشمال، فده يعتبر عيب، فبنقول عليها اسمها دي التوين باوندري او توين بلين ديفيكتس. وبكده يعني بشعر. وفي طبعا حاجه مهمه جدا اللي هي الميكروسكوبك اكزامينيشن، اللي هي الدراسات العينيه والدقيقه المجهريه. طبعا فائدتها ايه الميكروسكوبك اكزامينيشن؟ ان احنا بنشوف البنيه بتاعه المواد نفسها، عشان ندرس بنيه المواد نفسها لازم نستخدم اللي هي الميكروسكوبك اكزامينيشن زي الاوبتيكال مايكروسكوب، وطبعا انا شرحه هنا ممكن ترجعوا لي الفايل ديسكريبشن، اللي هو الميكروسكوب الضوئي، وفي اللي هو الالكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الالكتروني اللي هو بينقسم الى السكاننج الكترون مايكروسكوب وانا شرحه هنا، وترانسميشن الكترون مايكروسكوب برضو انا يعني قايله ممكن ترجعوا ليها. وبعدين ازاي نحدد السايز بتاعت الجرين؟ سهله جدا، في طريقه اللي هي الانترسبت ميثود، او نعمل كومباريزون وذ اي اس تي ام اللي هو امريكان سوسايتي فور تيستينج اند ماتيريالز ستاندرد شارتس، بنقارن بيها ونقدر نحدد الجرين سايز بتاعتي او الدايمتر بتاعتي، لان فايده ان انا احدد حجم الحبيبات، لان احنا قلنا حجم الحبيبات له تاثير قوي جدا على الخواص الميكانيكيه بتاعه الماده اللي عندي، ان كل ما يكون حجم الحبيبات صغيره كل ما يكون خواص المادة بتاعتي أحسن وأفضل.
وبكده نكون خلصت الجزء المهم في الحلقة ديت، اللي هو الانخلاعات، اللي هو اللي احنا قلناها اهم حاجة الاتش والسكرو والميكسد، واتكلمت بعد كده على الجرين باوندريز والتوين باوندريز وعملية المايكروسكوبيك اكزامينيشن عشان نحدد البنية بتاعة المواد. ولو في اي استفسار ممكن تتواصلوا معي على الواتساب، وترجعوا للفايل ديسكريبشن، الكلام واضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.